نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حفلا لتكريم عدد من المنشآت التجارية التي ساهمت في المحافظة على حقوق المستهلك. وأقيم الحفل على هامش الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، حيث تم تكريم ثماني منشآت تجارية بعد تحقيقهم التقدير الممتاز في الحفاظ على حماية حقوق المستهلك في مملكة البحرين خلال العام الماضي، تقديرا لهذه المنشآت التجارية من خلال سعيها في تحقيق رضا المتعاملين. وخلق بيئه امنه وجاذبه للاستهلاك في مملكه البحرين وتسعى الوزاره ممثله في اداره حمايه المستهلك والمنشات الى التصدي لصور الغش التجاري والاحتكار ورفع الاسعار غير المبرر وتوفير المنتجات والخدمات بجوده عاليه وباسعار تنافسيه مناسبه وفي متناول المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين